يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من وصل من الصوفية إلى عدم العبادة بزعمه أنه وصل إلى حال المشاهدة فلا يصلي ولا يصوم ولا يحل حلالا أو يحرم حراما، ألا يحكم بكفر مثل هذا؟ بلا شك هذا من أكفر الخلق، الذي يزعم أنه ليس عليه عبادة ولا ينهى عن شيء ولا يحرم عليه شيء، هذا من أكفر خلق الله والعياذ بالله. نعم.